الناس دابا ولا كيضطر يخلي حوايجو يتوسخوا لواحد المده اكثر من القياس، كنشوف فيهم مسخين ولكن الله غالب. شفت واحد الراجل موسين تيدي جوج البوديزات ديال الماء ديال 5 إترو وتيديرهم قلبو وتيديرهم على كتفو وتيمشي واحد المسافه وتيحطهم. انا راني شفتو احنا ما طالبينش منهم يسمعونا، احنا طالبين منهم يجيو يشوفونا. هما يجيو يسمعونا كتبقى غير هضر، كتقول انت لا ما يمكنش الانسان يسمح في ولاده ويعطي اهميه للبهيم. انا نوريك علاش. دابا كاين عده عوينات، عده سقايا دايرين في بزاف المناطق ولكن ما فيهمش الماء، دارهم غير بروتوكول غير تصاور صافي. هادشي اللي كاين ما فيهمش الماء مده عامين تقريبا ولا ثلاثه ياك الاخوان، شي ثلاثه سنين تقريبا باش داروا هاد السقايا. بان من انتخابات واحد عامين داروهم وهميين، يعني راهم ما كاينين حاليا. دوك الناس اللي داروا لهم دوك السقايا باش يستافدوا منهم ما فيهمش الماء، اضطروا يجيو لعندنا حنا لهاد السقايا هادي. مني تجي هاد الدوار، دابا انا جيت نحكي لك بالضبط، كاين دوار الجرب عنده سكينه هائله، يعني عنده كثافه سكنيه هائله. نصيريات كذلك، دوار الركاركه كذلك، كاينين ولاد احمد بالحاج، كاينين ولاد عويشه، كاينين ولاد عمر، كاين دوار الغابه، كاين ناس كانت كتجي من الشياط قبل ما يديروا لهم البير، كاين بعض الناس من اماكن اضافيه، وكلهم هاد دوار سلامات وهاد الدواوير كلهم راه فيهم واحد، راه السقايه ما تقادش ما تكافيش تدوار من هادو، ومع ذلك تيجيو وتيتكرفسوا الناس وتيصبروا باش يديو ذاك البرميل. وهذا البرميل اللي نفريد كاع حنا غادينا غنصبنوا منه نطيبوا منه ندوشوا منه. الناس دابا ولا كيضطر يخلي حوايجو يتوسخوا لواحد المده اكثر من القياس، كنشوف فيهم مسخين ولكن الله غالب. البهيم لا اله الا الله، البهيم دابا الانسان علاش يركز على البهيم؟ تيقول لك راه نسمح في ولادو ويعطي اهميه للبهيم، كتقول انت لا ما يمكنش الانسان يسمح في ولاده ويعطي اهميه للبهيم. انا نوريك علاش، لان البهيم هو مصدر العيش ديالو، مصدر العيش ديالو هي الماشيه، مصدر العيش ديالو الفلاحه، راه ماتت. ها انتم كتشوفوا هادشي، غير ما تنقولوش حنا غير مجرد كلام، الناس كتشوف. ها ممكن تدور كاميرا وتشوف، ها الارض قاحله، كيستافدوا من الزيتون مات، كيستافدوا من البهيم الماشيه بصفه عامه، منهم الغنم منهم البقر. البقره دير 20000، الراجل شاريها ب 160000، البلد تمن 60 درهم، العلف لا يذكر، ثمن خيال، يعني ما عمرش من هذا الثمن هذا. وعده مشاكل كتخبط في هذه المنطقه هذه. انا اش غادي نقول لك، انا من هذا المنبر كنوجه النداء ديالي للناس المسؤولين المعنيين بالامر باش ياخذوا الامور بعين الاعتبار ويشوفوا الناس، يسولوهم يجيو. احنا ما طالبينش منهم يسمعونا، احنا طالبين منهم يجيو يشوفونا. هما يجيو يسمعونا كتبقى غير هضره، يجيو يشوفونا ويشوفونا كيفاش كنعيشوا، ويمشيو معنا منطقه بمنطقه ودوار بدوار وزنقه بزنقه، وحنا مستعدين نوريهم هادشي هذا، ومستعدين نوريهم الضرر ديالنا بشفاوي بحاجه ملموسه، ماشي غير مش غير يحسوا بهادشي باش يشوفوا. حنا ما بغيناش حق راه اي واحد تيهضر، راه ممكن اي واحد صافي تنعطيهم ميكرو راه تيبدو. وحنا طالبين منهم يجيو يشوفوا، يجيو يعاينوا ويشوفوا هاد الناس كيفاش كتعيش وهاد المشقه اللي كتعيش. مع العلم كاين المراه اللي ارمله ما عندهاش اللي يجيب لها تبو ديزات الماء، كتم جاي دايره هكا زك، راك عارف امراه عجوز يعني تتبلغ من العمر واحد 80 سنه ما عندهاش، راه كاينين ما يمكنش تقول لي ما كاينش امراه عجوز ما عندهاش اللي يعينها، ومع ذلك تتم جاي بوديزه ديال 5 إترو ها، وتجي تعمرها وتلقى لك تضاد على العين على السقايه، شنو غدير هاد المراه؟ واش تموت هنا؟ الا شفتي واحد المشهد انا شفته ضرتني خاطري، شفته جوج المرات، شفته البارح وشفته اليوم. شفت واحد الراجل موسين تيدي جوج البوديزات ديال الماء ديال 5 إترو وتيديرهم قلبو وتيديرهم على كتفو وتيمشي واحد المسافه وتيحطهم. انا راني شفتو، وكو كان عندي الجهد نوريه لك وديه تصوره وتشوفو، ولا كان ممكن نصوره لك بالتليفون ونصيفطو لك وتشوف بعينك. انا تشوف الحاجه صحيحه اللي كاينه هي اللي كاينه، حنا ما عندناش مع ديك الاقوال الزائفه، ولا يعني ما يمكنش حنا هكاك راش قالت لينا وتنقولهم ضروري، راه ما يمكنش حنا ضروريين معنى الكلمه. نكمل لك هذاك الراجل تيحط دوك البوديزات الماء في الخلا وتيبدا يمشي على رجليه، ما عندوش القوه الجسمانيه باش يوقف ويجمع الهيشر، مع العلم دوك الهيشر اللي تيجمع فيه ديال العام اللي فات ولا كما تنقولوا حنا مازير، ما بقاش لائق للاكل ديال الماشيه، وتيبقى هكا تيجمع برجلي، تيجمع واحد نص خيشه صغيره، يعني واحد الا جينا نعبروها بالميزان يجمع واحد 5 كيلو ولا 6، وتيدير على دارو هكا ودوك البوديزات هكا. يعني الا شفتي هذا الراجل ما تظنش تقول هذا في المغرب، المغرب دوله حق القانون.
واش غادي نقول لك؟ الامر لله. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. والمشهد غني على كل تعليق. راه كون جيتي وشفتي العوينه اشنو فيها، وكون شفتي الاقتضاد اللي كاين تما، وكون شفتي دابا كان انا كون جيتي في هذيك اللحظه ما غاديش نهضر معاك انا بحال هكا، غادي نقول لك ما عندي ما نقول لك. الامور فارده راسها، المشهد غني عن كل تعليق. صور لي يا خويا الكاميرا وغادي تفهم كل شيء. اما حنا الهضره كتبقى غير تنوي غير تندوي، وشي تيقول لك هذا تيكذب، شي تيقول لك هذا تيبالغ، ولكن الامر لله، ربي راه عالم فوق منا. ومن هذا الشيء كامل تنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرحمنا ولا لا يتكلنا على شي واحد. وعاش الملك. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.